هو المسلسل تنزل حلقات من هنا وانتم مشغلين تيك توك مع بعض من هنا. انا يعني انا لو منه ابقى في ايه يا جماعه؟ ده انتاج على الهامش. ايوه انتاج موازي. منهجي للاعمال الفنيه دي. لا ده اخر يوم تصوير. ده بعد ما فركشنا كنا بنعيط جالنا حاله هلع كده. كنا بنعيط ونضحك. لا انا عايزه اقول على اللي قبله بقى، مين الكوريوجرافر العظيم بتاع الرقصات بتاعتكم؟ شيماء سيف. انتي صممتي رقصات كلها؟ يعني انا كنت بقى بوقفهم اقول لهم اجيب طبعا هي رقصات بصراحه منحوته يعني. كنت بقعد ادور كده على التيك توك اشوف اسهل حاجه ايه واعمل ان انا اقلي انا اللي بختار. قالت لي اعملي كده واقول لهم اعملوا. يعني انت ظبطتيهم حبيبتي. انا ما اعرفش، انا اول مره في حياتي اعمل تيك توك مع الناس يعني. على اول مره المبدعه شيماء. لا وبعدين فجاه لما عملنا البتاع دي وبص لقيت عندي شنب فرحت عامله كده عارفه. حبينا بقى الموضوع جدا. ستات لكم شنه ورنا يعني. شيل ديدي، ديدي هانم ايو. قولي لي يا مدام ديدي، البرنيطه الشنيعه اللي انت كنت لابساها كبيره دي لا دي جاهزه ولا تفصيل؟ دي اتنين في بعض. دولت اتنين في بعض. طبعا ما هو مفيش لازم دي تتعمل. برجيت برضو رحنا للفطاطري قلنا لها عايزينها مخصوص. يا استاذ محمد انا مش مستعجله، مستنياك. أرفوار. ايه بتبصوا على ايه؟ ولا حاجه. عشان سيال انت لابساها انكرويابل. على طول مع التانية يا أستاذ محمد على طول. استنى اوعك تمسكها. مونجو. بصي هما اتنين في بعض ازاي؟ هما تلاتة ليترلي في بعض. المهم ياسمين بعتت لي صورة بنتها وهي لابساها. بنتها مش باينة، مش باينة من البنيطة. هتختفي، هتختفي فيها.